خلاص جبر قلت الذيب حيوان يا حيوان. لا والله بدي اصير ذيب ولا بدي اصير بشر وقابلك. ها العنم الرد والله تسوي نفسك ذكي يعطيك على وجهك. قبل شوي غنيت مسوي نفسك قاعد علينا المنشد. اه شاركت حياكم شاركت انا وجبر الحمد لله اول ما غني وجبر صح خسارك ابدعت بدي اقول الله عليك الله عليك اوه الله عليك الجدل وصفك الله عليك صعب صعب مره حياكم لا مو بحياكم في فقرتك انت يوم جيت الضيوف ومقابل اللي هناك وكل ما خلص هذا كذا قال مرحبا الله مسهل مرحبا يا مرحبا الله مرشد مرحبا الله مسهل ترحيل تلمطر اسجنه هذا ابن عمك رمى ضرط مرض مرض قرض مرض ايه مرض ليه مرض عليك يا ليه مرض ليه اوه ادري جبر اللي قايلها لا لا قال كلمه غلط قال كلمه غلط لا لا خصم جبر انا اقول له ترى جيب خلاله متعي انا اقول جيب خلاله قدريت لا لا خلاله قول عود اسنان خلاله 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 تكفى بيها تكفى تكفى هذه استخدم انا باللي ذا بس وش استخدمتي؟ كذا وش انا بستخدم لا والله مستخدم انت لا تصير ذكي لا تصير غبي لا قصدي مستخدم استخدمت الحبل ولا ذا كله كله في ذمتك لا هذاك غير مستهلك هذا غير يعني بس ما في شيء يا شباب في موضوع اتمنى انكم تقبلونه بكل اريحيه وكل اوكي اسلم الصراحه مخلد مستحي منكم يا الرجال عنده مبادره ولا عارف والله ما تسوي والله ما تسوي سفير وقف خلينا نرتاح سفير وقف دقيقه يا اخو سعود سعود تكفى تكفى بفهمكم والرجال مستحي ولا وكسر مبادره دقيقه هو مستحي ايوه ايوه بغى يقرصني الله ينقذك لا لا الله يقلعكم السلام فهو مستحي منا ايوه قط... يبي 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 باشرنا بموضوع انه عنده مبادره خدوم وذا الحين الرجال عنده مبادره بعد زوم انا اشوف انه يستحي يبقى يا رجال زوم دق خشم البارح ما نوع من المبادرات ازعجتنا بين المبادرات شفت مبادره 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 مبادره, مبادرة. نوم مبادره ايه. نوم شفتونه تكلم في البارح يا جاب كلمه مالها ريح احس البارح تدري ايش يقول لي لا لا في كلمه في كلمه خلاص خلوه خلوه انا ما قلت له عفشك والجبل ايه؟ هو لي البارح يقول لك انت مثل حبه الهيل لا ما عليك من ذي يقول انت تبعص اوه هذا الكلام يقوله اعلامي عاقل واعي انا توقعت البارح انك انت يا رجال اتركوهم اتركوهم يا رجال يا رجال اتركوهم لانهم ليه خلهم ليه قسم برب الكعبه انك لا تطري موضوع منك كسبان الحين كذا تشجعهم خلوه لا تبيح لا تبيح لا تبيح من ذا خلصت الدرج والله يا جاب ايه يبداح لا لا استغفر الله استغفر الله بس يا جاب جاب وضعيتك ام كراقد وضعيه غير لائقه ابداح لا لا لائقه عادي 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 قلدني وانا والله الله لا يبيح في ذمتك الله لا يبيح جزاك الله خير نعم لانك طقطق علي في وجهي عادي تقفاني الله لا يبيحك لا والله جا 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 ما تقفط اي واحد بيتكلم مليون واحد اسمع برضه يعتبر متقفيني اي واحد ممكن بيطقطق على بدح الله لا يبيح اي واحد ممكن بيطقطق الله انا مش موجود طيب احنا نمون على بعض انا موجود وانت مش موجود مش موجود الله لا يبيح طيب احنا كلنا نعرف الرجال ايش قال ابدح ان كانك تقفيت الكل يتكلم والله ليات النوم يا ابدا نعم تم والله مره قال لي انت قلدتهم اليوم بيقولوا لك الله لا يبيح وضعيات اللي انت قلدتهم اليوم بيقولوا الله لا يبيح اللي انت قلدت جاني احمد واعتذرت من انا قلدت احمد بس طيب انا بعتذر منه اعتذر سامحني سامحتك قول الله يبيح الله يبيحك بس قلدتك وانت نايم الله لا يوفقك استغفر الله تبغى تشوف من زنك ذا اللي لا ما بشوف خليها خليها مستوره مستوره خليها تروح الرجال يتقلد الوضعيه ما ببرد خلاص سوالك وضعيته ما ببرد عجل انا وضعي بالذات داح خلي يمون وبتركين وخلاص داح قال لي عشان كلب تقلد لا يستطيع عليه وانا بغيت ادف والله انه يوم ذاك عجل الله انك جبتها كذا هذه كلمته طيب جبر انت معنا في الغرة كان قلت وضعيت نومه بعد ليه ما احتميت ووقف شوف وضعيت نومه
لو قلدها ما نبي جبلك لا تقول اسمه صح فايل تاكل فايل ولا بتطلع كريم كيف انا وصادق المدخل تحت المخده والعود الاجرك وجا الله يا رجال هسه خلها مستوره بس ثالثه يعني اعلم ليه اه امشي يا سلطان انت مفضوح انا بجي انت مفضوح البطانيه الثانيه والاولى لا لا مين هذي كنسل يا حبيبي مشهد مو بزي يا دبي انت قم 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 لا 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 اقول في بطاريتين لك على عندك يا مري هنا اجل انهارك كت يا مك تجيب المبادرات اللي زي كذا ليه من اللي جابها؟ هات اللي جايبها ها من اللي جايبها؟ درج من اللي جابها من اللي جابها؟ عبد الله ادري فين لا لا اقلب اقلب الصفحه اقلب الصفحه وذي تعلبك اه وعنده يا ترى ممنوع احد ياخذ حديثي على قولتي انا حلال بديتونا ممنوع حذيان حذيان خلاص انت ما عليك شيء لك الثوب ذوبي كذوب 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 والسراويل الداخليه لي والله الله انا عنده مخبي قول لا اله الا الله داخليه اقصد الملابس ولا ملابس داخليه ولا شيء والله ما خذيت من حد شيء جناب يا كذوب انت وياه خلنا نسمع المنشد فارس الضرمونه ابو سعد الله يرضى عليه نرسل له مطر من خنار بشرفي يسلم عليك سلم الله يسلم المنشد